السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أداة روم اف دبليو تولز. اليوم نزلنا فيديو صباحا في التحديث الجديد. والتحديث كان عليه عدة نقاط لازم نوضحها. ونزل تحديث الآن 6.0.0.1. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول شيء راح أترك لك ملف، رابط ملف بتحمله، يطلع لك بالشكل هذا. بتفك الضغط تبع الملف بيطلع عندك الأداة بالشكل هذا. بنشغل الأداة. طبعا الكل كان عنده مشكلة اليوم في تسجيل الدخول والناس مش عارف ايش تعمل. طبعا انا هاي تسجيل الدخول تبعي، الان راح اشرح لك طريقة عمل تسجيل الدخول. عشان تعمل حساب register new account لازم تتواصل معهم من خلال الواتساب او التليجرام. يعني بدك تكبس على التليجرام بيفتح معك بالشكل هاد، بيطلع معك الاني سيرفر، فبتبعت لهم رسالة، بتحط لهم الايميل، بيبعتوا لك الحساب تبعك وبتشغله على الاداة. هاي النقطة الاولى عشان تعمل تسجيل دخول للأداة. التحديث انا شرحته صباحا ولكن في الفيديو السابق، ولكن راح ارجع امر عليه كمان مرة. صار تدعم حمايات جديدة للاجهزة الجديدة من A52 لS22 لزد فليب 2 و3 وفولد وشوية من الام تي كي للفيفو والأوبو والتكنو. يعني عليها كان تحديث بشكل عام الى معظم الاجهزة، وتغيرت الواجهة زي ما انتم شفتوا، صارت الواجهة هيك بشكل ارتب للاجهزة الكوالكوم الام تي كي. يعني بتقدر من هنا مثلا تختار الاجهزة اللي بدك اياها، السامسونج الاي 01 الاي 03 اي 10 اي 42، عندك هنا الاوتي يونيفرسال، هون للفلاشر، هون للنتورك برضه للامي تغيير الامي، عندك الكوالكوم برضه الانلوك للكوالكوم. كان عليها الصبح هون مشكلة كمان، هي يبدو انها انحلت. لو اجينا اخترنا السامسونج، هي برضه اجهزة السامسونج اي 70 اي 11 اي 01 اي 52 اي 71 نوت 10 نوت 10 بلس. يعني انتم شايفين هاي الاجهزة يعني ممتازة تكون موجودة بين الأجهزة. طبعا زائد انه فيها هواوي، فيها اكسانيوم، وعندنا هنا برضو هاي الاكسانيوم، عندك الايفون الرام ديسك شغالة تمام بشكل كامل. هاي الأداة ما عليها تحديث، هي نفس الإصدار 3.00. ومرينا عليهم احنا كلياتهم، يعني انا شرحتهم في كثير فيديوهات سابقة. يعني التحديث كان بس على إضافة عناصر وتغيرت شوي الواجهة. طبعا هون للتعريفات هذا الخيار تقدر تضغط عليه وتعمل الستب. هلأ بتفتح الستب زي هيك انستول، بتنزل لك كل تعريفات اللي بتلزمك للسوفتوير للأجهزة. يعني للفنيين تعمل انستول من هون، بتبلش تفتح معك البرامج، بس تعمل تالي تالي وبنزل كل تعريفات الأجهزة على جهازك. هذا يعني هيك شرح سريع للأداة. الأداة ممتازة بصراحة، يعني الأداة تخدم الآيفون بشكل كبير، ساعدتنا كثير فتح أجهزة، بتخدم السامسونج والأجهزة الثانية، يعني فيها كثير ميزات حلوة. وصارت يعني الحمايات هاي الجديدة كمان ممتازة، يعني شغلة كثير ممتازة للتست بوينت وللأيديال والأم تي كي. ولكن بعد ما تواصلت مع صاحب الأداة عشان الحساب، فاستفسرت منه موضوع الحساب، بعثت له، قالي بعت لي إيميل، بعثت له إيميل، بعت لي الحساب تبعي. لما أنا فتت على الحساب تبعي لقيت هنا الإكسباير 23/1/2023، يعني بعد شهر بالضبط. فرجعت تواصلت معه عشان اعرف انه شو الموضوع، ليش بعد شهر، يعني انه الاداة فري، فشو اللي صار، يعني شو اللي اختلف. فكان الرد
انه الاداء راح تصير مدفوع. نعم زي ما سمعت بالضبط. فانا هون بعثت له عشان اساله بالنسبه للمتابعين، يعني لازم احكي لهم يعني الموضوع بالضبط. فحكى لي انه الكل راح يعطيهم شهر فري، اي حدا بيعمل تسجيل دخول الان ببعث له راح يعطيه شهر فري، لكن ابتداء من الشهر القادم راح يصير عليها اشتراك سنوي وشهري وست شهور. يعني راح يكون في ثلاث شهور، ست شهور وسنة. بالنسبة للأسعار الاشتراك، الثلاث شهور راح يكون $3 زي ما انتم شايفين، هاي السعر اللي هو كاتبه. وعندكم هون في $6 اللي هي ست شهور، وعندكم هون سنة $12. ليش؟ طبعا السبب يعني اللي ذكره صاحب الأداء، وبصراحة كان الجواب مقنع، انه غير الهوستنج اللي هي الاستضافة تبعت الأداء والموقع عشان يسرع الموقع وعشان يقدر ينزل عليه خدمات أكبر ويقدر يحدث الأداء، فصارت مكلفة عليه، فاضطر انه لازم يحط شارج عشان يقدر يغطي هاي التكاليف. يعني الأداة مجانية كان عاملها بالكامل، ولكن صار عليها الأداء يعني بتخدم الكل، والكل اللي جربها يعني بيستخدمها وممتاز الأداء بشكل عام، ولكن صارت عليها مصاريف فلازم يغطي هاي المصاريف، فعمل الاشتراك. الاشتراك يعني بصراحة دولار واحد بالشهر، والأداء راح تضل تتحدث وتضل شغالة. دولار غير مكلف يعني بصراحة كدولار، انه الواحد يعني يشترك بأداء بدولار شهري ممتازة بصراحة، ما صارت ولا بأي أداة. ممكن يكون الموضوع مؤقت، يعني ممكن يكسبها اللي ببلش بالاشتراكات، انه انتم عارفين اصحاب الادوات بعد ما يصير فيه عدة اشتراكات ويصير عنده ناس بيرفع السعر، فبصير اشتراك الأداة زي الادوات الثانية، اشي شهري $20، اشي 25، اشي كذا. فبالنسبة للسعر مع التحديثات اللي حاليا موجودة عليها مناسب ممتاز، تقدر انك انت يعني تخليها اداة موجودة عندك يعني تفعلها. طبعا طريقة تفعيل الاشتراك او الدفع برضو مع نفس التليجرام، يعني هاي هون الخيار، والخيار لما بدأت بشاشة البداية، يعني هاي الخيار هون تقدر تضغط عليه، هيو التليجرام هيو موجود هون، او يعني اذا كنت عامل تسجيل دخول اعطاك شهر فري، او اذا كنت في الشاشة الاولى برضو خيار التليجرام بتضغط عليه، او الواتساب، يعني حاطين خيارين في الشاشة الرئيسية. خليني ارجع افتحها عشان راح يرجعوا يسألوني عنها انا متأكد. لو رجعت فتحت الواجهة كمان مرة، هاي لا مش هاي الاداة، هذا الاصدار القديم، هاي داونلود، هاي 6.1، هاي الأداة الإصدار الجديد. هنا هي الواتساب، تضغط عليه بحولك على الواتساب، هنا بحولك على التليجرام، هنا وبتبعت لصاحب الأداة، بتشوف شو طريقة الدفع المتوفرة عندك وعنده عشان تقدر تحول له وتشترك بالأداة. حاليا بتقدر تشترك اشتراك مجاني، يعني بتبعت له انه انا بدي تعمل لي حساب، بعمل لك حساب مجاني، بكون لك حساب مجاني لمدة شهر تقدر تشتغل على الأداة. يعني بصراحة اذا عندك جهاز واحد بدك تفتحه اي كلاود عن طريق الأداة فقط، بدخل وبشترك المجاني الشهر، بفتح التليفون اللي معي كان الله بسر علي. لكن اصحاب المحلات والكذا بدهم يكون يعني بده يشترك اشتراك شهر. هذا الشرح يعني ان شاء الله يكون مفصل، وشرحت لكم كل الاشياء اللي فيها. بالنسبة للتحديثات يعني شرحتها، التحديثات موجودة، هي موجودة هون بشكل عام. والواجهة اختلفت اشي بسيط، ولكن اختلفت انه صارت باشتراك شهري وسنوي ونص سنوي بعد شهر مجاني، يعني بتاخد شهر مجاني اول مرة بعدين بصير اشتراك شهري. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.